قتال تشبال بين فريق نادي طبعا سان داونز. الله عليك الله عليك يا وسام، الله عليك يا وسام. هذه معلول 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 ملك الحلول، ولكن المرة دي الحل من أبو علي وسام. أبو علي أبو علي هنا اللاعب الفلسطيني اللي وضع هذه الكرة عشان يحقق للأهلي أمامه هدف الإفريقي الأول ورابع أهدافه. علي معلول يعملها بقى إيه بالمسطرة. قال له يلا مروان رجب، مروان مروان عطية، عفوا تصويبة من عمر كمال جميلة، جمال جول بالعمر كمال. القدم اليسرى مش حاضرة لكن القدم اليمنى حاضرة. يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر، أي هدف وأي جول وأي تصويبة من عمر كمال في المقص. الأهلي بالتخصص يسجل ثالث الأهداف وثلاثية أهلوية على الاتحاد السكندري المستسلم. فاجئنا عمر كمال، اللاعب اللي قلت عليه فيرساتايل ومتعدد المراكز، يلعب ظهير أيمن، يلعب ظهير أيسر، يلعب في وسط الملعب، يلعب حتى مهاجم كفي بدايات لعبه مارسيل كولر كستوبر، لكن عمر كمال القدم اليمنى كانت كافية. الأهلي بلا لاعب أعصر في الشوط الأول، لكن عن طريق القدم اليمنى لعمر كمال واليسرى من قبل رضا سليم والقدم اليمنى ايضا لوسام ابو علي يحلق النصر الاهلاوي ويسجل ثلاثة. ما يقدرش يسحبها، ترجع له مره ثانيه من الوضع راقدا، يحطها لحسين، ارضيه القفشه، عرضيه خطيره خطيره. شكرا. ماشي يا ابو ناصر، ماشي يا ابو ناصر، كده اكتشفت قدام الدنيا كلها يا ابو ناصر. ماشي، خبر على الدراما. انا قلت لحضرتك ايه وش رجل احمد فتحي؟ عايز اقول لك حاجه بقى، تشهدني تمريره. طبعا طيب. برافو عليك بجد، برافو يعني. عليك. تمريره قفشه. طبعا تمريره قفشه، طبعا 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 تمريره قفشه. اذا امام عاشور في الدقيقه 85 يفك الاشتباك، هنتفرج على خمس دقائق. بيبو تمشي كوره لرضا سليم، خطيره مدياس ما يضيعش، يحط كوره وجول، والهدف الاول للنادي الاهلي. عامر الصولية يسجل 1-0 في مرمى يوبلاكرد. قلت لكم الشوط الثاني بنوع من المتغيرات بجديد المباراة، رسميا الأهلي إلى السيمي فاينل رقم 20 في تاريخه بالمام أفريكا في الكاف شامبيونز ليج. 1-0 عامر الصولية. هجمة مرتدة خطير خطير خطير، امام امام خطير، عرضيه خطير خطير خطير، وهوبا يا نهار ابيض يا ولد، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ليله يا ليله. ايوه يا سيدي يا ليله، اهلاويه على ارض سعوديه، يا ليله اهلاويه على ارض سعوديه. حلوه 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 حلوه، قفشه يحوم كالفراشه ويلدغ كالقفشه. قفشه القفيش بكره في كل الصحافه يا قفشه. انطلق وحطها له مروان، وامام بمنتهى الذكاء شاف اتنين على يمينه حطها لقفشه ببطن رجله. ايه الجمال ده؟ ده منشدها، ده حاططها ببطن رجله في المكان والزمان. بيقول للعواد لا مؤاخذه يا عواد. تمويه الانتظار، هذه خطيره. شحات يحاول بنفسه. معلول ممكن يشوت، معلول في اتجاه المرمى، خطيرة. الله، خلص معلول، معلول يا معلول، قدمك دائما تأتي بالحلول. الأهلي يسجل الرابع وينهي المباراة. خلاص خلاص انتهت الحكاية، البرونزية الرابعة للنادي الأهلي عبر التاريخ. أجل قرار الشحات، إمام تسديدة قوية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على مدفع الإجوان. أول تسديدة بأول تحريك للشباك علشان المارد الأحمر. يا سلام يا سلام يا سلام، إمام عاشور السطور من
اكتر من 30 متر بيطلع تسديده، بيطلع دانا في الدقيقه 37 علشان يقدم الحلول الفرديه والراسه من مكارينا من اللاعب امام عاشور وبيرسي. الجمهور المصري يحسب في الايام، عنده الساعه معاه كهرباء كهرباء. شو هذا؟ شنو هذا؟ محمود كهرباء السلطان يحكم بأحكامه، السلطان الفنون من أجمل ما يكون. محمود بكل الفنون يهز الكرة بعيسى فوفانا ويسجل الهدف الغالي، هدف الغالي لمحمود كهرباء. أهلي إفريقيا يتغور من جديد، الأسد يسترجع سنين الذهب. إن كنت أهلاوي أمضي، سجل ولا تبالي. وسام أبو علي لف واستلم حطها الرضا، هيرد عليها رضا. رضا رضا يا رضا، اتدلع يا رضا، قالوها زمان جمهور الأهلي في التسعينات، وحالاً جمهور الأهلي أيضاً يحيي رضا سليم بالهتاف ده في التمرين. رضا يا رضا، اتدلع يا رضا، يحط بليسنج رضا سليم. يا ولد أسد الأطلس، أي إتقان وأي براعة. قلت الأهلي بلا أي لاعب صاحب قدم يسرى في التشكيلة، ورضا سليم يقول لي البركة في قدم اليسرى حتى لو لم أكن لاعب أعصر. أي براعة وأي إتقان من رضا سليم بقدمه اليسرى، ما بالك لو يمناها تعمل إيه كمان. يا ولد يا رضا، يا ولد يا رضا. فلسطيني يتقدم للأهلي، ثم مغربي يعزز التقدم أمام ضحكات من خالد بيبو مدير الكرة للنادي الأهلي وصاحب هاتريك الشهير في مرمى سان داونز 2001 في نهائي تشامبيونز ليج. يسجل رضا سليم هدف أتمنى ياخد حقه.